السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات قناة واد نون التعليمية. واليوم مع الفيديو السابع حول أداة لا لوب من ضمن سلسلة فيديوهات عرف جميع برامج حاسوب. إذن قلنا بعد ذكر وشرح مجموعة من البرامج كما تشاهدون في الشاشة، اليوم سأتحدث عن هذه الأداة لا لوب أو المنظار. أكواسير سات أوتيل سي سولمون بور ميو فوار لي زيليمون دو ليكرون، لمشاهدة أفضل وأوضح لكل ما هو موجود في الصورة لضعاف البصر مثلا، إذن استعمال هذه الآلة يكفي أو لإظهارها واستعمالها يكفي أن أضغط على لو بوتون ويندوز regarde ici pour activer cet outil je tape sur le bouton Windows plus le bouton plus إذن Windows plus لاحظوا معي إذن ستظهر لي هنا إذن هاي إذن وأضعها حيث أشاء مثلا أجد صعوبة في قراءة هذه الكلمات هنا هذه الكلمات واحد إذن لاحظوا معي كلافي فيرتيال أنزل قليلا كالكيلاتريس إذن تقوم هذه الأداة دورها تقوم بتكبير كل الأشياء التي تضع عليها مثلا عندما أضعها على صورتي لاحظوا معي ها تقوم بتكبير كل شيء على الشاشة هي أداة جميلة جدا لاحظوا معي إذن وللخروج من هذه الأداة أضغط على ويندوز إشارة لاحظوا ويندوز إشارة إذن الطريقة الثانية لإظهار هذه الأداة مثلا كذلك أفتح لا باج اكزيكيتي وأكتب مانيفي لو مو مانيفي مانيفي كوم سا جو طاب إيسي إذن هذه الطريقة أيضا تسمح لي بظهور لا لوب على حاسوبي لاحظوا إذن هناك طريقتين الطريقة الأولى تقوم بتكبير كل ما تضع عليه هو لا لوب أو مكبر من بار ما شئت من التسميات إذا الطريقة الأولى قلت ويندوز بليس وللخروج دائما ويندوز إشارة الطريقة الثانية لإظهارها أفتح النافذة إكزيكيتي وشرحنا كيف ذلك ويندوز R إجيكري لو مو مانيفيك مانيفيك ضغط أوكي ها عفوا مانيفيك كوم سا ستظهر لي كذلك إذن وأخرج إشارة إذن هذا ما في الأمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.